فقدت رجلها، لكن حبها لوطنها نابع من قلبها. أنا جاية دلوقتي عشان مصر ليها حق عليا. الحاجة سعدية تتحدى إعاقتها وتصر على المشاركة في الانتخابات. راحت على كرسي متحرك عشان عاوزة بلدها تكون أفضل. الحاجة سعدية اتكلمت كمان وقالت للناس: أي حد خايف على بلده لازم ينزل ينتخب عشان دي بلدنا كلنا. أنا جاية من الصبح عشان أقول للناس إن ده حقك ولازم تكمله. هعطي صوتي للرئيس السيسي لأن هو الأصلح وعشان يكمل إنجازات. ربنا يبارك في الرئيس وإن شاء الله دايماً مصر في المقدمة. لقطة مؤثرة في أول يوم انتخابات بمحافظة الفيوم.